يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره واحد من اهم مدربي حراس المرمى في مصر، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي الاسبق الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان. كابتن طارق مشرف ومنور. ربنا يكرمك كابتن كريم، انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد اكتر طبعا ان انا في بيتي. شرف لينا وفي القناه الاولى يعني. ده شرف كبير لينا. لا بجد طارق. والله ده شرف ليا انا. ده شرف كبير لينا. طيب كابتن طارق، واحنا قاعدين يعني انا وكابتن طارق بندردش قبل الهوا، كابتن طارق بيتكلم معايا في تفاصيل لها علاقه بحراس المرمى. في ناس تشوف كره سهله قوي يقول لك الكره دي ما وصلتها بسهوله، يعني انت عاملين حكايه على الكره ليه، دي ده هو كان واقف في نص الجون. في ناس تانية تقول لك ان الكره دي كانت سهله عليك، كان ممكن يصدها، ما كانش ينفع تخش جون. انت كمدرب حراس مرمى او دلوقتي محلل بتتابع شغل حراس المرمى، بتشوف الكلام ده ازاي؟ هو طبعا ما فيش شك ان احنا كمصريين بنتكلم، تعرف انت ال 100 مليون بيتكلموا في الكوره طبعا، يعني ده طبعا مش يعني مليون من قديم مليون. كل الناس اللي في العالم بتحب الكوره بالذات كمان يعني في مصر كمان طبعًا. ايه يعني احنا ايه يعني حاجه بنحبها كلنا بنتكلم عنها، فبنتكلم في الكوره بشكل كبير جدا جدا، وكل الناس بتحب الكوره، كل الناس بتتكلم في الكوره حتى دلوقتي كمان، حتى السيدات دلوقتي بيتكلموا في الكوره. هاي ده كويس. فكويس يعني. فطبعا التخصص ده تخصص صعب، يعني تخصص حراسه المرمى ده تخصص صعب جدا. فمش كل الناس بتعرف تتكلم فيه، او كل الناس ممكن الناس تشوف حاجه سهله جدا جدا حارس مرمى مطلعها تتكلم عليها ان دي حاجه اعجازيه وحاجه صعبه. حتى يعني اقول لك على يعني بتلاقي في مذيعين بيهولوا قوي قوي قوي، سوري المعلقين، انا اسف. لا لا ابدا ابدا، انا برضو ايه، ما انا مش تخصص. لا لا ما انا عارف. لا لا انت صحح لي يعني. بوضح. فبتلاقي معلقين بتلاقي برضو ايه يعني، هو طبعا المعلق بيحب ان يعني المباراه تسخن والمباراه تبقى حلوه، المنتج بتاعي يعني ده المنتج بتاعي بسواه، فالكوره تبقى روح حائله عظيمه وهايله. في حاجات بتبقى سهله قوي قوي قوي، وهو بيضخم منها قوي 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 قوي، وانا ببقى قاعد بتفرج يعني عاديه عاديه جدا يعني مش شايف فيها كل والعكس صحيح بقى. بتشوف حاجه ممكن الجول يطلعها تبقى صعبه جدا جدا جدا، وما تبانش للناس خالص ان الكوره صعبه. فدي محتاجه الامانه، محتاجه ايه، محتاجه حد يبقى متخصص قوي وحد يبقى فاهم جدا جدا. بس الصعبه دي مثلا انت تبقى فاهم ان هي كانت صعبه، يعني هو مثلا عشان هحاول اشرح انا اقول لي صح ولا غلط، انه مثلا الكره تجيله في النص في ضربه ركنيه يقول لك ما عشان في نص الجول، بس ما حدش يتكلم هو اتحرك ازاي عشان تبقى في نص الجول. ما قبل يعني التحركات بتاعته الكره هم شافوا اخر حاجه انما ما قبل كده بالظبط. لا في حاجات كتير بتتعمل صح عشان توصل لان انت، ما هو احنا في النهايه الجون بيتحرك. الجون بيتحرك طول ما الكره بتتحرك في الملعب. حارس المرمى بيعمل، انا كنت في اسبانيا من كام سنه كده، ورحنا شفنا ماتش لبرشلونه وملقا، كنا في الاستاد كان بينو. فانا عملت ايه، اهم حاجه كانت بالنسبه لي كنت عايز اعمل ايه؟ بتبص على حراس المرمى؟ لا انا مسكت الموبايل بتاعي. طلعت الموبايل. كان تير شتيجن. فبدات اعمل ايه، اجيب مكان الكوره، طبعا انت عارف برشلونه بيهاجم وبيبقى في يعني بيهاجم، والكوره مثلا كورنر، الكوره على خط 18 بتاع فريق الخصم. فدايما انا بجيب مكان الكوره وارجع تاني بالموبايل اجيب مكان الايه، الحارس. الحارس احنا طبعا لو انا جبت مكان، لو يعني للاسف الفيديو مش معايا، هجيب لك مكان تير شتيجن. عارف فين يا كابتن كريم؟ شايف الدايره بتاعت نص الملعب، واقف على الدايره. طبعا ده مش هينفع عندنا. ليه؟ هو ده له اسبابه برضه. لان احنا عندنا هنا في مصر سهل جدا 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 الكره تقطع منك. وسهل جدا جدا برضه ان الهجمه تتنقل بسرعه. صح. بره لا. مع برشلونه لا. هو تير شتيجن وصل له كويس جدا ان لو الكره اتقطعت في اقل من 3 ثواني هيبقى في ضغط جماعي. صح. فاللعيبه الكره لما تقطع هتلاقي الضغط ده، اللاعب مش هيقدر اصلا يرفع ايه؟ صح. يرفع بس دماغه كده عشان يشوف الحارس، فتلاقي ضغط جماعي وبيجيبوها بسرعه جدا. صحيح. وحتى لو ما جابوهاش بتبقى الكره برضو صعبه ان هم يطلعوا بيها سهل. صح. فعشان كده الراجل ده بيبقى فين؟ بيبقى في نص الملعب. انا صورت نفس الصوره دي لمباراه بايرن ميونخ، كنت في الملعب، مانويل نوير كان في نفس المكان على دايره النص، ومشهور البطوله في كاس العالم للانديه. تمام كان واقف في نص الملعب. شوف انا هو ده. هو ده طبعا. شوف انت بتشوف دي بالنسبه لك غريبه جدا، تقول لي اي حد من الاهلي ممكن يجيب فيه جول؟ لا ده شناوي مره اتقدم كده شويه كمان، الناس مش هتقول له ارجع انت عملت ايه وانت السبب. احنا عندنا طبعا مش هينفع ان احنا نبقى بالشكل ده، لان ده عايزه شغل كتير جدا، وعايزه يعني حاجات كتير، فكر مختلف تماما. صحيح. للامانه يعني. صحيح. فاللي بقول لك الكلام ده، ان طول ما الكوره بتتحرك في الملعب انا بيبقى ليا كحارس مرمى ليا تحرك. طبعا الناس بتشوف اخر لقطه بالنسبه للايه، للحارس صد ولا مصد. في حاجات كتير بقى ممكن يبقى في الخطا، الحارس اخطا مش في اللقطه الاخيره دي، في حاجات اترتب عليها انه يغلط في في اللقطه الاخيره. انما هو المشكله ما كانتش في اللقطه الاخيره، ما قبل اللقطه الاخيره هو كان فين، كان بيتحرك ازاي،
كان سرحان ولا كان الاتصال موجود. لازم الاتصال يبقى موجود بينك وبين الكوره 90 دقيقه. ما ينفعش يبقى في، ما ينفعش يعني مثلا انا دلوقتي معايا موبايل وانت مستنيني ان انا اتصل بيك، مستنيني مستنيني ايه على يعني على يعني مستنيني ايه؟ في حاجه مهمه جدا فانت ماسك الموبايل في ايدك. فاول ما انا اتصل انت هتعمل ايه؟ ده انت لسه الموبايل مرنش، هتلاقيك انت عملت ايه؟ دوست دوست. عشان انت ايه منتظر اصلا ايه المكالمه دي. صح. هو ده بقى الحارس المرمى المفروض يعمله يا كابتن كريم. ان انا طول ما انا في الملعب انا الاتصال بينه وبين الكوره موجود 90 دقيقه. وليه والتعامل بينه التعامل مع الكوره لازم يبقى ايه؟ سريع جدا. صح. سريع جدا. صح. لو اتاخر، عشان كده بقول الاستجابه الذهنيه بطيئه. الاستجابه الذهنيه سريعه. الاداء الحركي بطيء. الاداء الحركي سريع. كل الكلام ده على فكره مش ناس كتير هتعرفه. انا عارف انا بقول لك ايه طبعا، لان انا دارس الكلام ده. والحمد لله انا يعني القصه دي انا بحبها جدا جدا جدا. ما بعملش حاجه غيرها. بس هو برضو الناس احيانا بتفتكر ان مدرب حراس المرمى دي شغلانه سهله. لا طبعا، انت رايح بترفع الكره للعيب بيصدها ومش عارف ايه، زي ما بنشوف في التسخين. ما انت ممكن يعني احنا بنشوف التسخين في وقت الماتشات، الشغلانه سهله، ده تسخين. لا بس هو في تفاصيل ما قبل ده بكتير، تفاصيل كتير يا كابتن كريم، صغيره جدا جدا في حراسه المرمى. التفاصيل ده ما بيعرفش غير حد. وبعدين برضو انت ممكن حارس مرمى، مدرب حراس مرمى، يعني الصعوبه ان انت تطلع الخطا. يعني انت في النهارده في خطا تم. في ناس انا ممكن اطلع الخطا في كسر من الثانيه. ممكن اللقطه بتعدي مره واحده بس اطلع الخطا. في ناس كتير الخطا يعدي عليها مره واثنين وثلاثه ما تعرفش تطلع خطا. فانت ازاي انت رحت للدكتور انت تعبان بس ما انتش عارف، فروحت للدكتور اداك شخص لك علاج غلط، فبالتالي المشكله اللي عندك دي هت ايه هتتفاقم وهتزيد. طب رحت للدكتور ومن اللحظه الاولى اداك علاج صح، خلاص ال 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 الحاجه اللي عندك دي يوم اثنين يوم اثنين هيديك العلاج الصح، هتاخد العلاج بعد ساعه بعد اثنين بعد يوم بعد اثنين، خلاص المشكله انتهت. صحيح. هي دي بقى النقطه. صحيح. ان انا ممكن انا عندي مشكله لحارس المرمى وانا شغال في اتجاه تاني تماما غير الاتجاه اللي بيحصل في الايه؟ طيب. في المباراه. ده الكلام النظري العلمي الحلو. طيب هبدا بقى قبل ما نخش الحراس الاهلي والزمالك في مباراه القمه ان شاء الله بكره او النهارده يعني خلاص في كاس مصر، عايز اسالك سؤال شاغلني بقى لي فتره، هو احنا ليه ما عندناش حراس مرمى في اوروبا؟ مهم، سؤال مهم جدا جدا جدا. وسؤال طبعا برضو لما جينا في فتره من الفترات كان حصل عندنا ان فتحوا احتراف حراس المرمى قريب قريب من فتره قريبه، كان فتحوا ورجعوا قفلوا تاني. يعني كان الاتحاد خد قرار بفتح احتراف حراس المرمى وبعدها باسبوع او اقل اتقفل تاني. انا كنت من الناس اللي معترضه تماما عن فتح احتراف حراس المرمى في مصر، هنا ليه؟ وكنت انا ليا برضو يعني قلت يا جماعه احنا لو هنفتح احتراف حراس المرمى في مصر يبقى لازم يبقى عندنا اربع خمس حراس مرمى محترفين بره في انديه في اوروبا بره. ليه؟ عشان انا لما احتاج للمنتخب يجي لي حراس مرمى من الناس المحترفه دي. انما لو انا فتحت حراس المرمى عندي وام الاهلي جايب حارس مرمى والزمالك جايب حارس مرمى، انا مش هلاقي جون يلعب منتخب مصر. ليه؟ دايما والكلام ده انا بقوله يعني من 40 و50 سنه، حراس المرمى يا اهلي يا زمالك بيلعبوا منتخب، وده بحكم النادي الاهلي بيلعب في افريقيا وبيلعب ماتشات صعبه وبيلعب تحت ضغط جماهيري، ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. فافضل حارس مرمى يلعب لمنتخب مصر هو يا اهلي يا زمالك، ونسبه كبيره جدا طبعا بتبقى النادي الاهلي. الواقع اللي احنا ممكن افتح معاك مناقشه في هذا الامر. اتفضل. ما احنا بقالنا سنين قافلين الموضوع بتاع الاجانب ده في حراسه المرمى. تمام. ورغم كده مفيش حراس مرمى طلعوا لاوروبا. طيب ما همشي معاك واحده واحده. مش ممكن انا مثلا لو فتحت الباب لحراس اجانب ساعتها مثلا سيب محمود جد يطلع في اوروبا، سيب محمد صبحي يطلع في اوروبا، بدل ما الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر وكل الانديه دي عماله تتخانق على كام حارس في مصر وسايبينهم هنا وسطينا ومش عايزين نسيبهم بره وعم ندفع فيهم فلوس كتيره، ما انت السوق مقفول عليك. تمام. انت مش عارف تجيب من بره، فانت كده كده محمد صبحي مثلا هتلاقي 10 انديه بيتخانقوا عليه وعايزين يدفعوا فيه ملايين الملايين و40 و50 مليون جنيه. ما انت لو سبته يطلع بره في اوروبا مقابل انك تسيبني اجيب واحد من افريقيا الامور هتبقى سهل. ساعتها هيبقى عندنا حراس مرمى زي ياسين بونو في المغرب، ما هو المغرب فاتحه اجانب في حراس مرمى. بس كم حارس مرمى في المغرب؟ ياسين بونو، مندي، ادوارد مندي، السنغال. ما هو ما تلاقي اثنين ثلاثه، ده برضه مش رقم. بس ما انا هاجي لك بقى في الاجابه. انا موافق، بس انت عشان تطلع حارس مرمى يا كابتن كريم لازم يطلع وهو صغير. حلو. ليه؟ الفكره في حراس المرمى دي صناعه. ولازم يتعود على الـ زي مثلا دلوقتي احنا شايفين احمد نادر السيد. ما هو يعني صح. رغم ان هو في نادي درجه ثانيه في بس على الاقل هو طلع. السيستم مختلف تماما. آه. انت 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 لما بتدخل جوه سيستم بتنجح. لان احنا عندنا مواهب في كل المجالات.
وده افضل دليل على الكلام ده محمد صلاح. رغم محمد صلاح ما طلعش صغير طبعا، بس هو محمد صلاح كان عنده الرغبه صح، وراح سويسرا وبعدين راح ايطاليا يعني. فانا قصدي اقول لك ايه، انت لو انت هتفتح احتراف حراس المرمى في مصر لازم بقى هنا لازم يطلعوا هم صغيرين ماشي. لازم يتعود على السيستم بره يعني. صبحي وجد ما يحترفوش طبعا، يحترفوا طبعا طبعا. انت بتفتكر هم ليه ما بيحترفوش؟ هتلاقي برضو لنفس الانديه انا كنادي حارس المرمى ده مش كل يوم انا بيجي لي حارس مرمى كويس. هي دي يا كابتن مش كل يوم هيجي. ما انا لو سبته ورحت جبت واحد صغير من افريقيا هتبقى الدنيا سهله. ما هو برضو لكن السوق في مصر هنا ما هو سوق ضيق، في 3 4 5 حراس بالكتير. بس احنا ده القصد عليه، انت انت عشان تسيب لازم يبقى عندك بديل حلو. طب البديل ده انت زي ما بقول لك كده، حراسه المرمى دي مركز صعب قوي طبعا، والمركز ده لما بيبقى عندك كويس بيجيب لك بطولات صحيح، وبيريحك سنين صحيح، غير لما يبقى عندك حارس مرمى بيتعبك. صدقني بيتعبك سنين برضو بالظبط. ليه؟ لان المركز ده يا بيريحك فتره كبيره جدا جدا بقى في الكوره، وتبقى انت مطمن كحارس مرمى، حتى لو حتى بيحصل له بعض الايه الضروبات والمشاكل، ده طبيعي في الكوره. انما في المجمل بقى تقييم في التقييم العام بتاع حارس المرمى لا انت عندك حارس مرمى لا بيبقى حارس مرمى بيلعب بال10 و15 سنه يعني لما تحسب النادي الاهلي من 1907 لحد دلوقتي لعب له كم حارس مرمى في اكتر من 100 و115 سنه او 100 داخل في 120 سنه هتلاقي كم حارس مرمى صحيح، مش هيكملوا 10 حراس. انا بتكلم على حراس مرمى بقى لعبوا فترات كبيره، هتلاقي بيتكلم في 10 15 حارس مرمى يبقى كل حارس بياخد له كام سنه؟ حوالي 10 سنين صحيح. فهو ده اللي قصدي عليه، عشان كده المركز ده مركز صعب صعب جدا. وبعدين احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا بقى في يعني لو قعدنا نتكلم هنتكلم كتير، بس عشان طبعا يعني ممكن هنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. احنا المشكله عندنا بقى في حراسه المرمى ان احنا ما بنشتغلش صح من المدارس، مدرسه الكوره من تحت. الناشئ بيتعلم غلط. الناشئ ما بيتعلم، انت بتروح مدرسه بتتعلم اول حاجه بتتعلمها بتتعلم حتى تمسك القلم ازاي وتبدا تكتب الف الف وتكتب تملى الصفحه الف وتملى الصفحه ب وتملى الصفحه مش عارف جيم وبعدين تشبك حرفين في بعض والحرف يجي معوج والكلمه تيجي معوجه، وبعدين تفضل تعدي تقعد سنه واثنين وثلاثه لحد ما بعد كده تكتب والخط بتاعك يطلع شكله حلو. حراسه المرمى كده دي مسارات عصبيه بتاخد فيها قرار في لحظه بتكون شكل بايه؟ بجسمي. يعني انا جسمي في كل مهاره، انا عندي مهارات كتير، عندي اكتر من 30 مهاره. انا عشان اكون المهاره دي في كسر من الثانيه، طب بكونها زي المخ بيدي اشاره صح، الاشاره بتروح للجسم لكل جسمي، فجسمي يقوم عامل شكل صح. كل موقف لعب ممكن تبقى المهاره بتاعته مختلفه شويه. طب المهاره دي هتتكون ازاي وانا اصلا شغال غلط صح، وانا شغال عامل زي مرجيحه يعني الناس تحت بتاسس. المدرب بيبقى عايز الحارس مرمى وعنده 10 سنين و12 13 سنه ياخد كره عرضيه، ياخدها ازاي؟ مظبوط، ده لها خطوات ولها اسلوب يعني، مش العمليه مش سهله. عايز حارس مرمى مش عارف ياخد، لا الدنيا صعبه جدا صحيح. طيب تعال نروح لماتش الاهلي والزمالك. يلا نبدا بمحمد الشناوي. محمد الشناوي الفتره الاخيره بدا يبقى عليه كلام، يعني محمد الشناوي اللي دايما ما فيش حد يتكلم عن محمد الشناوي اللي شايل الاهلي اللي شايل منتخب مصر اعظم اللاعبين، تلاقي حد يقول لك اصله مش مركز شويه، اصله مش في مستواه هبط، ما بقاش هو الحارس الكبير. ايه رايك في محمد الشناوي الفتره الاخيره ومحمد الشناوي؟ بص ما فيش كلام، محمد الشناوي انا بعتبره واحد من افضل حراس مرمى في تاريخ مصر. هايل ده قول واحدا يعني طبعا، وده اللي عوض يعني بعد طبعا الفتره الكبيره بتاعت نادر السيد وبعدها الحضري فتره كبيره جدا، ده اللي خلاص دخل مكان الحضري وما شاء الله بقى له اكتر من 2018 صح. انا بتكلم على المنتخب، هو النادي الاهلي من 2017 بدايته طبعا حقيقيه، من 2017 لحد دلوقتي هو حارس منتخب مصر الاول وحارس النادي الاهلي. طبيعي ان طبيعي اي حد في الدنيا، خد بالك الشناوي النتائج مش مساعده النادي الاهلي، النتائج بقى الفرقه نفسها مش فالنتائج لما تبقاش مساعده كل الاتهامات بتروح لحارس المرمى، بتروح لخط الظهر، وبتروح مش عارف كل اللعيبه يعني، بس بشكل عام بتروح اكتر شويه لحارس المرمى. فالنتائج هي مش مساعده مظبوط، انما لما تيجي تحلل، ما هو ده اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه، بنقول ان احنا لما نيجي نقعد ونحلل الاخطاء الاهداف هتلاقي اهداف صعبه جدا مش سهله. الاهداف مش صعبه، الاهداف صعبه جدا مش سهل. وممكن في بعض الاهداف هيتحمل فيها جزء طبعا، انما لما نيجي نتكلم على الشناوي في فتره الاخيره كلها ما يتحملش هدف بنسبه 100%. خطا بنقول لي خطا فادح، خطا واضح جدا من الشناوي، ما فيش الكلام ده. الشناوي بيعمل مشاكل كتير كويسه جدا، بيشيل اهداف كتير جدا، بس للاسف النتيجه ما بتبقاش لصالح النادي الاهلي صح، يا بيتعادل يا بيخسر. فالناس بقى تقعد فطبعا ايه بقى بيروحوا لمين؟ هو عاده
خساره اي فريق في العالم طبعا بيتحملها المدرب وحارس المرمى. طبعا المدرب اول اثنين. ايوه فانا عايز اقول ان الشناوي وحارس مرمى كبير طبعًا. الشناوي تراهن عليه في اي وقت الشناوي يعني في اي وقت انت تبقى ملك او وانت بتتراهن عليه تبقى ضامن قوي لان الشناوي جول كبير. صح والله مش بتكلم كده عشان انا اكيد يعني الشناوي ده يا جماعه جول انا بعتبره من افضل زي ما بقول لك كده جول كل المواصفات مواصفات فنيه مواصفات جسمانيه مواصفات شخصيه. فانت جالك حارس بعد فتره كبيره جدا لعصام الحضري اكتر من 10 سنين جون منتخب مصر لحد حصل بيحصل شويه غربله كده وبيحصل لحد ما بيستقر على جون عندك. فطبيعي ان الشناوي دلوقتي ما شاء الله مكمل مع النادي الاهلي. شوف بقى البطولات اللي جابها مع النادي الاهلي قد ايه. عشان كده كنت بكلمك ان الجون ده لما يبقى كويس لا بيجيب لك بطولات. صحيح. جاب كتير بطولات للنادي الاهلي. صحيح. وجاب برونزيه للنادي الاهلي مرتين. فشويه لما يبقى النتائج مش مساعده مش الشناوي بقى لوحده. احنا بنتكلم يعني مش عايز اتكلم على اخطاء فرديه طبعا انا بتكلم بشكل عام. لو قعدنا نتكلم على اخطاء فرديه هنتكلم على اهداف من ناحيه اليمين مثلا ممكن نتكلم طبعًا. على اسماء مبيعين احيانا هو نفسه الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي يتحدثون عن اخطاء دفاعيه كثيره في الفترات الاخيره. برافو عليك. فالاخطاء الدفاعيه دي هي اللي بتوصل الكره للجون وهي اللي بتوصلها بالمنظر. عارف لو النادي الاهلي بيكسب والشناوي بيخش فيه اهداف برضه ما كانش هيبقى الهجوم بالشكل صح. ده او الانتقاد للشناوي بالشكل ده. صح. انما الشناوي جول كبير جول اقول يعني لازم نحافظ عليه وما ينفعش ابدا. طبعا ما هو الانتقاد ممكن لما نيجي نحلل اخطاء وهنتكلم على اهداف ليش هنتكلم وهنقول للشناوي اخطا في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا في تحرك في تمركز في كذا ده طبيعي في الكوره يعني حاجه مش هتزعل. صحيح. انما ان انا بقى اوجه له بقى يعني انتقادات وان انا الشناوي لا الشناوي ما شاء الله بيلعب بيأدي بشكل كويس جدا عنده في بعض الامور زي ما بقول لك لها علاقه بالنتيجه مش علاقه باداء الشناوي اداء الفرقه ككل يعني. عظيم ده محمد الشناوي. محمد عواد رايك ايه في الفتره؟ محمد عواد انا بعتبره هو افضل حارس مرمى في اخر مثلا اخر 7-8 ماتشات في الدوري في كل الحراس اللي بيلعبوا في الدوري. محمد عواد هو احد الاسباب الرئيسيه في فوز نادي الزمالك او منافسه نادي الزمالك على الدوري لحد الوقت ده هو محمد عواد. لان هو تصدى لاهداف فرقت جدا 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 وصنعت فارق مع نادي الزمالك في ماتشات كتير اثرت على نتيجه المباراه. طبعا. حتى بما فيها ان احنا بنتكلم على بكره ان شاء الله او النهارده انت بتلعب نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت احد الاسباب الرئيسيه في ان الزمالك يوصل للمباراه دي هو محمد عواد في تصديه لضربتين جزاء في مباراه اسوان. صح مش كده؟ صح. كان سهل جدا جدا ان اسوان يطلع نادي الزمالك من البطوله لو بس يعني واحده دخلت او ممكن الاثنين يخشوا. صحيح. فانا عايز اقول ان محمد عواد هو من افضل حراس المرمى الموجودين في الدوري. طبعا عواد ما لعبش من اول السنه او بقاله اكتر من 3 سنين في نادي الزمالك. بدايته في نادي الزمالك ما كانتش موفقه قوي وقلنا الكلام ده البدايه ما كانش هو لوحده كان برضو الفريق كان النتائج كلها مش مساعده. كابتن كريم انا محمد عواد حارس مرمى موهوب حارس مرمى عنده سرعه رد فعل سريعه جدا 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 وعنده اداء حركي سريع جدا بحكم طبعا عواد جسمه برضو ايه مش ما عندوش الطول الفارع فده مساعد في الاداء الحركي ومساعد في سرعه رد الفعل. فانا بعتبره هو واحد من افضل. تاخرت مشاركته اساسا مع نادي الزمالك برضو كان بص كان في 3 حراس مرمى في نادي الزمالك والثلاثه يعني احنا زي ما انت فاكر انت 2018 جنش عمل موسم تاريخي. صح. مع نادي الزمالك. صح فاكر الموسم طبعا كان موجود في منتخب مصر لولا طبعا الاصابه اللي جات له وكسر في او وتر اكيلس فهو كان عامل موسم تاريخي في نادي الزمالك كان موجود في السنه دي عواد تقريبا بعدها برضو شارك ابو جبل والامانه ابو جبل كان ماشي فتره كبيره جدا مع نادي الزمالك بشكل كويس. خد بالك ما هي مركز حارس المرمى ده لما حد بيلعب وبيأدي بشكل كويس مش سهل ان انت تطلعه تاني زي بالظبط كده حاله عواد دلوقتي. صح. هل ابو جبل لما يرجع وعواد بالمستوى ده ابو جبل هيلعب؟ مستحيل ياخد مكانه بقى تاني يفضل بقى مكمل لحد ما عواد وعواد بقى مش معنى ان عواد بقى يبقى يلعب مباراه وحش او يبقى فيه خطا منه او خطأين او كده يرجع يعادوه تاني لا لازم الولد ياخد فرصته كامله ويبقى عنده اخطاء يبقى في ظهره برده يا كابتن كريم. صحيح. طالما الولد شال كتير شال ماتشات صعبه و و و واحد اسباب فوز النادي الزمالك في ماتشات كتير يبقى لازم ايه؟ لازم تبقى انت في ظهره وتساعده هيبقى كويس. فتاخد ابو فعشان كده هو اتاخر شويه عشان مستوى ابو جبل فعمل برده اكتر من موسم بشكل كويس قوي. جنش قبل الاصابه كان عامل موسم كويس قوي فجت لعواد. صحيح. ومسك فيها. صحيح. كمل. صحيح كمل. ايه رايك في حكايه مدربين حراس المرمى الاجانب دلوقتي موجودين في الدوري المصري اهلي منتخب مصر
طبعا هي طبعا بقى الموضوع بقى زياده طبعا دلوقتي بالنسبه للانديه. كان الاول طبعا المدير الفني بيجي لوحده، بعد كده بدا يجي معاه احمال، بدا يجي معاه تحليل، مساعدين، بدا بقى القصه بقت ايه يعني، ده اكتر من بقى تغذيه وحراس مرمى بيجوا خمسه كمان يعني، بيوصل لعدد خمسه يعني. هو طبعا مفيش شك ان اي مدير فني بيبقى حابب انه الجهاز اللي معاه بيريحوه وبيشتغلوا معاه ومطمن لهم وحاسس ان هم يعني خلاص، ده طبيعي في الكوره في اي مكان. حتى انا سافرت السودان مع كابتن حسام البدري. ما سافرتش في الجزائر ليه؟ الراجل هناك في مدرب حراس مرمى متمسكوا بيه ومكمل معاهم يعني. كابتن حسام اتكلم معاه؟ طبعا طبعا اتكلم معاه. بص كابتن حسام يعني العلاقه بينه وبينه اكبر من يعني، الحمد لله رب العالمين. كابتن حسام اخويا اخ اكبر ليا، له فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا لما جيت النادي الاهلي كان هو طبعا موجود في النادي الاهلي، فعلاقتي مع كابتن حسام انا مكلمه قبل ما اسافر الجزائر بيوم واحد بالليل، كنت بتكلم معاه وقال انا مسافر بكره اقعد يومين ورجع، ولما رجع كان بينا برضو اتصال من يومين. فعلاقتي بكابتن حسام اكبر من ان انا اشتغل معاه في محطه او محطتين او كده، ما شاء الله علاقتي بيه يعني بقى لها فتره كبيره، وله فضل عليا زي ما قلت لحضرتك واشتغلت معاه فتره كبيره. صحيح. فمش كل المحطات ممكن يبقى الظروف تسمح ان احنا ابقى انا موجود مع كابتن حسام، بدليل ان انا ما اشتغلتش معاه لما كان في المنتخب. صحيح. المره دي برضو ليه ما كنتش انا في المنتخب؟ برضو كان وقتها الظروف حكمت ان كابتن ايمن طاهر يبقى موجود. الظروف حكمت، هو كابتن حسام اللي حكم ولا حاجه؟ الظروف ما قلت الظروف، ما قلتش كابتن حسام، قلت لك الظروف حكمت ان كابتن حسام يبقى. بس كابتن حسام كان عايزك وقتها. كان عايزني طبعا. كان عايزك في المنتخب طبعا. يعني بس زي ما اقول لك بص يعني هي في النهايه سواء وقتها كان بيتقال انه كابتن حسام هو اللي اختار الجهاز الفني بالكامل يعني، وماله ماشي مفيش مشكله. ما انا بقول لك يعني هي كابتن حسام زي ما قلت لك انا ممكن يبقى مع كابتن حسام بيستريح لي، بس مش معنى كده ان لو مطارق مش موجود يبقى انا همشي. هي مش كده يا كابتن. وانا اقول لك على حاجه، طب انا اشتغلت رحت المقصه طبعا، ما كانش معايا كابتن حسام، ما كانش موجود. رحت البنك الاهلي مع كابتن محمد يوسف، وبعد كده رحت مع كابتن شوقي غريب، كنت في منتخب مصر المنتخب الاولمبي. صحيح. وبعدين كنت اخر حاجه كنت في الجونه مع كابتن تامر مصطفى. فعايز اقول ايه يعني، الحب موجود والاحترام موجود وكل حاجه حلوه موجوده، لان في انا ما فيش مدرب اشتغلت معاه كابتن كريم وما كانتش العلاقه بينه وبينه كويسه. عزيز. الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا. وطبعا كابتن كل المدربين والله عشان ما انساش حد يعني. فالعلاقه بينه وبين كابتن حسام اكبر من ان انا يعني، وممكن ممكن ابقى معاه يعني بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه وارد يعني. يعني هنشوف. طيب لو سالتك مين افضل او قبل افضل دي، عشان في حاجه كنت عايز اقولها لك وسايبك تسترسل، هل حد قال لك في اتحاد الكوره لو المدير الفني الاجنبي الجديد جاي لمنتخب مصر معهوش مدرب حراس مرمى ممكن تبقى مرشح؟ من الاتحاد؟ لا من الاتحاد لا. انما اتقال لي من ناس كتير، ناس كتير برضو قريبه من الاتحاد. طب مش هقول اسماء يعني، ناس كتير قريبه من جوه الاتحاد. كان في كلام ان انا ممكن، وكلام يعني انا اعرف ناس كويسه جدا، انا ناس اثق فيها يعني. انه لو مفيش مدرب حراس مرمى تبقى انت مدرب حراس مرمى المنتخب. ممكن ابقى موجود مع المدير الفني اللي هيجي يعني، ابقى معاه يعني. وبرده كانت في ناس برده بتقول عصام الحضري. ده ينطبق على المنتخب الاولمبي؟ ممكن. طبعا ممكن، وارد. طبعا محدش كلمني رسمي. فاهم. انما وارد يعني برده. الاسم بيتقال كتير، والاسم في ناس بتقال ان انت ممكن تبقى موجود، وفي ناس برضو بتقول نفس الكلام بالنسبه للعصام. فلو عصام ربنا يوفقه، لو انا موجود. ايه رايك في تجربه الكابتن عصام الحضري كمدرب حراس مرمى؟ بص ما فيش شك طبعا، كابتن عصام حارس مرمى كبير جدا جدا جدا، ومن افضل حراس مرمى. اذا ما كنا بنتكلم على الشناوي، عامل تاريخ كبير جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي. فعصام حارس مرمى كبير، اشتغل في التدريب يعني بسرعه يعني. هو طبعا اشتغل في، سافر الامارات شويه، خد دورات في الامارات ورجع على سيراميكا حوالي 3 4 شهور ومسك منتخب مصر. عصام الاجوان في اجوان منتخب مصر لما في الفتره اللي كان موجود فيها قدوا بشكل كويس. احنا يعني ما خدناش بطوله، بس الامانه كل الحراس المرمى اللي كانوا بيأدوا بشكل كويس. شناوي ادى بشكل كويس في بطوله افريقيا قبل ما يتصاب، ابو جبل لما لعب ادى بشكل كويس جدا. فما تقدرش تقول التجربه، لا تجربه يعني هي ما فيش فيها نجاح بالنسبه للمنتخب انه ما صعدش كنتيجه. بس لما تيجي تتكلم في الحالات الفرديه، مثلا في مركز حراسه المرمى انا شايفه لا، كانت الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. ماشي بشكل كويس. طبعا على فكره مرنت عصام في السودان. يعني احنا في 2011 حتى هم لما كنا مسافرين سفريه مع بعض في افريقيا مع المريخ السوداني، فالاداري بتاع المريخ شاف الباسبورين بتاعي بتاع عصام، فلقى عصام اكبر مني بست شهور. فقال عصام 73 شهر 1، انا 73 شهر 6.
فالاداري قال لي ده انا اول مره اشوفها الحارس المرمى يعني. حارس المرمى اكبر من المدرب صحيح فوقتها يعني صح يعني انما عصام طبعا اخ عزيز وهو طبعا يعني زميل دلوقتي في المجال وربنا يوفقه ويكرمه مدرب حراس المرمى محتاج دراسات طبعاً. وشغل هي طبعا اساس اي حاجه يا كابتن كريم الموهبه صح يعني احنا حتى في مكانك اللي انت قاعد فيه ده انت طبعا العلم والدراسه وكل حاجه بتثقل موهبتك بس صحيح. اساس اي حاجه الموهبه صحيح فالموهبه لو مش عندك مهما تاخد بقى دراسه ومهما تاخد مش عارف ايه انت الموهبه مش عندك اصلا فهتجتهد قوي 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 وهتوصل لحته معينه بس برضو الموهبه هتوصلك نقطه تانية مختلفه صدقني الموهوب ده لما بيبقى عنده بقى كمان نفس التركيز ونفس الاخلاص وبيشتغل على نفسه وبيدرس والكلام ده كله بيوصل لنقطه مختلفه تماما صحيح اللي ما عندوش موهبه برضه بيجتهد وبيشتغل وبيوصل لنقطه بس مش هيوصل ابدا زي اللي عنده موهبه صحيح لو قلت لك مين دلوقتي رتبهم لي من واحد لخمسه او من يعني من خمسه لحد واحد افضل خمس حراس في مصر انا كان معايا الورقه راحت فين نسيتهم ولا ايه افكرك لا ما انا فاكر بس طيب. انا لا انا طبعا إيه؟ انا كنت كاتب وانا جاي حوالي 12 حارس مرمى كمان لا بس خلينا نقول خمسه لا هنقول خمسه ونتكلم على الكوره لا هنقول خمسه بص احنا لو بنتكلم على وجهه نظري في اختيار خمس حراس مرمى ممكن ما يقومش لها علاقه شويه بالاداء في الموسم ده فاهمني قصدي ايه يعني انا لو بختار رقم واحد في بشكل عام هختار طبعا هقول لك الترتيب يعني يلا. انما انا شايف ان في الفتره اللي فاتت دي في اكتر من حارس مرمى ماشيين عاملين اداء كويس انا بقى كنت انا يعني سؤالي على اللي ماشيين دلوقتي كويس حلو. طبعا ما هو انا سهل جدا اقول لك افضل خمس حراس في الدوري بشكل عام وعلى السنين اللي فاتت دي كلها هقول لك طبعا رقم واحد الشناوي انا عايز قرايتك انت للي موجودين دلوقتي طيب عشان برضو ندي ناس حقها ماشي. يعني ندي في صح. بعض الحراس بيني وبينك ما ينفعش ابدا يبقى انا راجل بتفرج ومتابع الدوري بشكل كويس جدا جدا فلازم في ناس تاخد حقها هو ده سبب سؤالي انه اكيد حضرتك هتبقى بعينيك دايما لو سالت حد عادي هيقول لك محمد شناوي ومحمد عواد بس في ناس تانية كويسه طبعا ممكن محدش ياخد باله مش في انديه الاهلي ولا الزمالك بالظبط كده فخلينا نقول عمرو شعبان في المحله ماشي بشكل كويس جدا جدا عمرو شعبان لا انا عايزك ترتب لي من واحد لخمسه اللي دلوقتي كويسين يعني لو هرتب بقى هيبقى ترتيبي رقم واحد انا شايف الهاني سليمان الهاني سليمان رقم واحد دلوقتي ومعاه الزنفولي ماشي البنك الاهلي ماشي ومحمد بسام تالت ادي ثلاثه عمرو شعبان اربعه اللي لعب الفتره الاخيره دي يعني ماتشين ورا بعض وكان كويس قوي قوي عاجبني عمر رضوان في الاسماعيلي عمر رضوان مباراه فيوتشر وقبلها طبعا مباراه كان هايل فيها دول افضل خمسه في الوقت الحالي انا بس في عشان ما في حد تاني انا كاتبه احنا قلنا الانديه طبعا احنا الشناوي وعواد دول يعني في حته يعني برضه لازم طبعا نتكلم انما الاربعه دول ومعاهم طبعا عمر رضوان انا شايفهم عاملين اداء ممتاز الفتره الاخيره مع انديتهم يعني دول ماشيين زنفوري ومحمد بسام والهاني سليمان وعمرو شعبان المحله وعمر رضوان مع الاسماعيلي رغم انه ما لعبش كتير ومحمد فوزي الاسماعيلي برضو محمد فوزي انا شايف دول يعني عاملين اداء كويس قوي مع لو انت دلوقتي حالا في معسكر بكره المنتخب مصر تختار مين اربع حراس استنى محمد صبحي ومحمد صبحي طبعا محمد صبحي ولما لعب مصطفى شوبير ومصطفى عجبه يعني الامانه ما هو بص خد بالك بص في حراس مرمى هيتظلموا شويه مع انديتهم ليه ما يبقى مصطفى شوبير معاه الشناوي فنسبه مشاركته هتبقى قليله جدا صح. انما مصطفى شوبير انا بقول لك يعني انا بقول الكلام ده من زمان والناس برضو كانت تفتكر ان انا بقول الكلام ده عشان اجامل الكابتن شوبير او جامل مصطفى مصطفى جول كويس جدا جدا ولما هيلعب ويتقل في اللعب يبقى عنده نسب المشاركه او عدد الماتشات توصل ل 10 و15 مباراه و20 مباراه هتتفرج على اداء مختلف تماما هتلاقي شويه مصطفى لسه برضو في المرمى ايه حركته كتير شويه بس ده طبيعي في الكوره صحيح حتى انا لما بكلمه بقول له انما مصطفى جول موهوب جدا جدا عنده سرعه رد فعل عاليه جدا جدا عنده شخصيه عنده قرار الاداء الحركي بتاعه سريع جدا هتشوف الكلام ده مع الماتشات بس عايز عدد ماتشات فده بس عشان ما مصطفى ده ترتيب الحراس لو قلت لك لو دلوقتي في بكره في معسكر لمنتخب مصر وهتختار اربع حراس مرمى تختار مين على الحاله دلوقتي على الحاله دلوقتي شناوي محمد صبحي وهحط معاهم الهاني والزنفوري كده كتير خمسه يعني ممكن بقى تشيل واحد يعني ماشي
يعني الهاني سليمان الامانه الزفولي ماشي بشكل كويس قوي مع البنك الاهلي بس الامانه ماشي بشكل كويس والهاني كمان مع سموحه انما طبعا اساسي في الموضوع ده محمد الشناوي رقم واحد محمد الشناوي وعواد ممكن يدخل دلوقتي وصبحي انا طبعا محمود جاد مصاب محمود جاد عنده كسر في صباعه فبقى له فتره بيلعب بالهاني سليمان والزنفولي ماشي كابتن طارق انت دايما بتشرف عايز طارق ليك راي ثاني انت عايز تقوله ولا حاجه ده عاجبني جدا لا بجد والله عاجبني جدا ولا ليك مختلف معايا في حاجه انت قاعد معايا فانا ما تكسفش مني انت تتكلم عن حراس المرمى انا بس استمع لا بالعكس والله بالعكس انت ممكن تقول حاجه انا استفيد منها لا كلهم والله. كل الاسماء اللي انت قلتها فعلا هم دول الافضل يمكن دلوقتي في الدوري المصري كابتن طارق دايما مشرف ودايما بتنور ودايما بنستفيد منك ربنا يكرمك يا كابتن كريم انا زي ما قلت لك سعيد والله ان انا موجود في القناه الاولى وطبعا معاك لما ابقى جاي بس حبيبي شكرا جزيلا كابتن طارق لسه مكملين مع حضراتكم هنشوف تقرير عن اراء وتوقعات النقاد الرياضيين عن مباراه القمه بين الاهلي والزمالك وبعدها نطلع لفاصل ونرجع مع واحد من اهم واحرف لاعبي الكره المصريه على مر التاريخ الكابتن الكبير كابتن عبد الستار صبري خليكم معنا.